هلا شباب، شلونكم؟ ياكم ابراهيم الخالدي من قناة اودن. طبعا انا هالنوع من الفيديوهات ما انزلها صراحة، بس شفت هذا الجليد سهل وهو راح يستفادون منه، لان راح تقدر ترمي من داخل المدرعة بسهولة. هذا الفيديو بدون مونتاج وكلش قصير، وراح اسولف بالطريقة رأسا. بس قبل لا يبدي، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. اخليكم يا المقطع. طبعا السلاح اللي راح تستخدمه ما يصير مفرد، لازم اوتو. هسه راح نروح للمدرعة. الشغلة الثانية، طبعا انت ما يصير تكون السائق وترمي بنفس الوقت، انت لازم تكون الشخص اللي بصف السائق. شباب الطريقة كلش سهلة، ركزوا وياي، ركزوا وياي. بعد هذا اول فيديو تعليمي بالقناة. لا والله عندي فيديوهات قديمة ايام الاحتراف. المهم شباب، المفروض من تنزل من السيارة، انت تصعد بالسيارة، من تنزل من السيارة رأسا تبدي ترمي. اوكي، هسه راح نجرب. نزلنا من السيارة نرمي، نرجع نصعد بالسيارة ونبقى نرمي، لا توقف. إذا توقف ما راح تقدر تكمل رمي. إذا تجر أقسام نفس الشيء، ما راح تكمل رمي. ما بيها شيء الطريقة، أعتقد سهلة، بس راح نعيدها. مثلا هاي السيارة طبعا لازم واقفة حتى تقدر تصعد بيها، إذا السيارة تمشي وتنزل من عندها ما راح تقدر تصعد بعد. يعني شلون؟ هسه راح نعيدها. أوكي شباب، تنزل من السيارة ترمي ورأسا تصعد بالسيارة، طبعا ما تصعد بالمقعد مال السايق، لا اللي بصف السايق. اوكي، طريقة كلش سهلة. انا ما اعرف، انا صراحة حاسب انتم بذا موبايل يعني يمكن اسهل، لو اصعب تصير ما اعرف يعني. راح نعيدها اخير مرة يا شباب، ان شاء الله وصلت الفكرة. هسه انت بصف السيارة، وقفت، رميت، صعدت بالسيارة. ما بيها شيء، كلش سهلة. ان شاء الله يا رب استفاديتوا من هذا المقطع. طبعا اذا استفاديت يا ريت تشترك بالقناة وتفعل الجرس واللايك. اريوس.